بغض النظر عن سلبيات وإيجابيات التقرير، أهم نقطة أن مود سيبقى مع الفريق المراقبين في سوريا. تحدث عن وجود المجموعات المسلحة بشكل أو بآخر يعني، وتحدث أيضا عن ضرورة الحل السياسي. مود أصر على أن يبقى فريق العمل موجود في سوريا رغم الصعوبات، ولكن يجب أن يعي الجميع أن كل ما يعني من شأنه أن يكون من أجل مصلحة سوريا يجب أن يعمل عليه. تصريحات إن شاء الله أنه كانت تثبت هاليومين لصالحنا، إن شاء الله أنه يكون صادق، يعني بنتأمل أنه يكون مثل الدابة، بس ما بعتقد في دابة تاني، ما بعتقد أنه، ما بعرف، أنا ما كتير عندي أمل فيهم، لأنه هن بكل الأحوال قصة سوريا كلها كذبة بكذب، وهن بيعرفوها وهن مخططين لها، بس إن شاء الله، إن شاء الله أنه منقول أنه يكون في دابة تاني باسم مود. لا يمكن أن تحل الأزمة التي تعاني منها سوريا والمشكلة في سوريا إلا بحل عسكري وضرب الإرهاب ضربة قاسية. كونه هلأ في اعترافات دولية بأنه فعلا في مجموعات إرهابية مسلحة، فصار من حق بلدنا أنه تدافع عن نفسها وتدافع عن مواطنيها وتنهي هذا الوضع المتوتر بالبلد.